في الحالتين مهم جدا. كشف علاء سلامة أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب تفاصيل زيارة الوفد البرلماني المكون من 16 نائبا إلى روسيا لتفقد عدد من مشروعات شركة روس أتوم للطاقة الذرية الروسية، والتي ستنفذ مشروع محطة الضبعة النووية بمصر. وقال سلام في بيان إن الزيارة جاءت لبحث ودراسة وسائل الأمان بالمفاعل الذي سوف يتم إنشاؤه بمدينة الضبعة، مؤكدا أن المفاعل يتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية. أستاذ محمد، يمكن تتجاهل الدولة الرد على من يشكك في سلامة معدلات الأمان بالنسبة للمفاعل النووي في الضبعة، ما تفسيرك لذلك؟ وفي نفس الوقت ما تفسيرك لتأخر توقيع العقد النهائي؟ والله سؤالين كويسين، بس خلينا نبدأ من الأول. الدولة بتشكك ما بتديش معدلات الأمان؟ ما أعتقدش دقيق قوي، لأن كل الحديث في الفترة اللي فاتت عن معدلات الأمان وحضرتك الأمان. حضرت، أنا حضرت يوم كامل في الضبعة على شرح الموضوع. للأمانة ما كانش فيه المسؤولين الروس موجودين، لكن قالوا لنا المحافظ قال إن هم كانوا موجودين قبل كده، وقد يكون هذه الزيارة استكمال لهذه المرحلة، إن نواب الشعب يشوفوا بنفسهم معامل الأمان. معامل الأمان شركة روسية يعني بتشتغل بمعدلات راقية جدا للأمان، ومش دي الأزمة، الأزمة في التكلفة. عندهم أمان كويس جدا وعالي جدا، والمشروع يعني ما سألنا حد، زميلنا هشام عمر كان بيسأل لهم ده أفخر أنواع المفاعلات اللي مش موجودة في الغرب نفسه، يعني في رفاهية. دولة في عالم الثالث زي حالتنا وبتجيب حاجات متقدمة جدا. قد يكون صانع القرار السياسي والسيادي عنده مشكلة ان هو عارف الناس هتنتقد، عنده مشكلة ان قبل كده مصر رفضت وتأخرت في مشروع نووي لمدة 30 او 40 سنة بسبب أزمة تشيرنوبل، فبالتالي عايز يجيب اعلى حاجة اكتر حاجة امان. الاشكالية مش في معامل الامان في نظري، المشكلة في التكلفة. انت في سنة ونص سنتين يا هاجر عملتي دخلتي حوالي يعني ب 6 مليار بس، زودتي تقريبا تلت قدراتك الكهربائية. هل انت بامكانياتك الماليه الضعيفه جدا وديونك وال 25 مليار اللي مطلوبين المحطه النووي محتاجاهم؟ هل ده الراي ده هو ده المطلوب؟ قد يكون هو ده السبب في تعطيل، قد يكون، وقد يكون جمله من المناورات السياسيه بيننا وبين روسيا فيما يتعلق في انتوا عايزين محطه نووي، احنا عايزين سياحه، عايزين نخلص ده مع ده. الموضوع طويل جدا، مناكفات سياسيه، بقول لك مناكفات سياسيه، وقد يكون بعضها متعلق بالفلوس. ملف سياسي ليس اقتصادي. هو اقتصادي ليه؟ ما عندناش فلوس، وسياسي من روسيا وسياسي مننا، احنا عايزين باكج على بعض، هم عايزين في نفس الوقت نوقع بسرعه. انما الازمه هي أزمة لا اقتصادية. احنا في كثير من المنتقدين اللي بتقدموا الوقت بيقولوا احنا هل مصر لديها سنحمل الأجيال الحالية والمستقبلية أولادنا وأحفادنا كل هذه التكلفة من أجل المفاعل النووي، الأمان النووي، كل ده مهم. إنما برنامج نووي مهم جدا لمصر، وإنما بهذا الثمن مبالغ في بعض الشيء.